شارك بجناح ضخم في الدورة 23 لفعالية معرض سوق السفر العربي، والذي تجمع تحت مظلتها عددا كبير من صناع القرار والمختصين وممثلي الوجهات السياحية من جميع أنحاء العالم. في جناح يمزج روح العصر وعبق الماضي، تأتي مشاركة الشارقة في معرض سوق السفر العربي، حيث تروج هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالتعاون مع شركائها باقات من البرامج المتنوعة أمام زوارها من مختلف أنحاء العالم بشتى طرق العرض المرئية والمطبوعة، لإبراز المنتجات والخدمات السياحية العائلية التي تتميز بها الشارقة دائما. هذه المشاركة 19، وطبعا هذا المعرض يعتبر من أهم المعارض على مستوى العالم في الحقيقة في هذا الجانب. طبعا شركات كبيرة وجهات عالمية كلها مشاركة في هذا المعرض. إمارة الشارقة نحن دائما يبقى تركيزنا على جانب السياحة العائلية، وإن شاء الله من خلال هذا المعرض سيتم إطلاق هذا الشعار في مشاريع معنية بالسياحة البيئية، وفي مشاريع خاصة بالآثار، والحمد لله منتج إمارة الشارقة قوي. هيئة شارقة الاستثمار والتطوير شروق حرصت وللعام السادس على التواجد تحت مظلة جناح إمارة الشارقة لتسلط الضوء على برامجها ومشاريعها ووجهاتها السياحية والترفيهية عالمية المستوى التي تلائم جميع خيارات أفراد الأسرة، إلى جانب عرضها للفرص الاستثمارية المتاحة في الشارقة أمام مستثمري العالم. شروق هنا تشارك عن أبرز مشاريع، تتحدث عن أبرز مشاريعنا، واليوم مركزين على مشروع مليحة للسياحة الأثرية. هذا المشروع الذي تم افتتاحه في بداية هذا العام، نتحدث عن فئة جديدة تأتي إلى دولة الإمارات تتعرف عن المواقع السياحية الجديدة. الشارقة تتميز ببعد سياحي متميز، السياحة البيئية، السياحة الأثرية. تركيزنا في السياحة الأثرية هو تسليط الضوء على مشروع مليحة. تم توقيع اتفاقية مع شركة أكسفورد بزنس جروب. هذه الشركة تتميز بإعداد تقارير شاملة عن اقتصاد كل مدينة وكل بلد. طبعا احنا ركزنا أن يكون إن شاء الله نسخة خاصة للشارقة، راح يكون هذا التقرير شامل، يتكلم عن الاقتصاد، يتكلم عن المعرفة، يتكلم عن المدارس، يتكلم عن حجم الشارقة من ناحية استثماراتها، وفي راح تكون في مقابلات عديدة مع مسؤولين في حكومة الشارقة. كما يضم جناح شارقة قطاعات مختلفة لتعريف الزوار بالمقومات السياحية المتعددة للإمارة والمتنوعة كمطار الشارقة الدولي وهيئة البيئة والمحمية الطبيعية وإدارة متاحف الشارقة ومعهد الشارقة للتراث ومدينة الشارقة الرعاية الصحية وطيران العربية وعدد من شركات السفر والسياحة والفنادق والمنتجعات لتعمل بشكل متكامل في واحد من أهم المعارض السياحية في الشرق الأوسط. الشارقة تسجل حضوراً مميزاً وفائلاً في معرض سوق السفر العربي للترويج لمقومات الإمارة السياحية. لأخبار الدار، محمد رمضان، دبي.